معنا رجل بطل نحسبه شهيد إن شاء الله من أهل الإيمان والتوحيد، انتقل إلى رحمة الله تعالى وعفوه، الصلاة عليه جامعة كبيره أثابكم الله. أخواني كل واحد يقول نويت أن أصلي 4 تكبيرات فرض كفاية على هذه الجنازة مقتديا. بعد التكبيرة الأولى نقرأ سورة الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلوات الإبراهيمية، بعد التكبيرة الثالثة ندعو للمتوفى بما يلهمنا الله سبحانه وتعالى، وأقل الدعاء اللهم اغفر له اللهم ارحمه. بعد التكبيرة الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ولسائر المسلمين. استووا واستقيموا إلى الصلاة، يرحمني ويرحمكم الله. يلا يا شباب يلا بنصلي، يلا 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 يا شباب يلا يا شباب باب النصيحة كثير. وقف على الصلاة، وقف يلا يا شباب، يلا على الصلاة، على الصلاة دي.